إذا كانت هذه أول زيارة لك، لا تنسى بدعمنا بالضغط على زر سبسكرايب ثم على زر الجرس وتفعل هذا الاختيار وتضغط على حفظ لتتوصل بجديد فيديوهات القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم متابعينا الكرام أعزائي في سعادة تقنية مع هذا الفيديو الجديد والذي سنحاول من خلاله جميعا يعني معرفة المكان المناسب لوضع الطبق من أجل استقبال قمر اصطناعي معين. فالعديد من الأسئلة التي أتوصل بها يعني في البريد الإلكتروني وأيضا عبر صفحة سعادة التقنية على الفيسبوك دائما ما تشير إلى أنه لدي مشكلة عندما أقوم بوضع مثلا طبق في منطقة وهنالك حائط يعني يبعد على الطبق بحوالي 10 سنتيمتر أو 20 أو حتى 50 سنتيمتر، هل هذه المسافة ستكفيني من أجل استقطاب قمر اصطناعي معين؟ كل هذه التفاصيل وأكثر إن شاء الله سنقوم بالإجابة عليها في هذا الفيديو. إذا إخواني الكرام كما تلاحظون على أن هذا الطبق هو موجه للنيلسات بشكل مباشر، لكن على سبيل المثال أنا أردت أن أقوم باستقبال قمر الهيسباسات أو التلستار أو أي قمر يعني في أقصى الغرب، فإنه يتوجب علي أن أقوم بتدويره إلى جبهة اليمين، ولكن ما يحز في الأمر على أن هذا الطبق يوجد أمامه مباشرة يعني جدار أو حائط يبعد تقريبا على منتصف الطبق بحوالي 10 إلى 15 متر، هل هذه المسافة هي كافية من أجل الحصول على إشارة القمر الهيسباس أم أن هذا الجدار سوف يكون عبارة على حائط سيقوم بتكسير الإشارة القادمة من قمر الهيسباس؟ إذا أول شيء وجب علي أن أقوم بفعله إخواني الأكارم وكما ستلاحظون يعني في هذا الفيديو، إذا أول شيء في هذه العملية وجب علينا أن نقوم بالتوجه لتطبيق ساتيليت فيندر 3D بهذه الكيفية إخواني الأكارم، ثم مباشرة سأقوم بالضغط على Start with Auto GPS وهو الخيار الذي يمكنني من الحصول على الأقمار الاصطناعي في الموقع الذي أتواجد به الآن، ثم سأضغط على الزر Continue بهذه الكيفية، ثم بعد ذلك سأضغط على اختيار الذي يوجد عليه الكوكب يعني هكذا مباشرة، ثم سأضغط مباشرة على الزر Done وسنلاحظ جميعا تواجد الأقمار الاصطناعية. هذا هو الجدار إخواني الكرام والذي طبيعة الحال سيكون بالنسبة لي هو يعني جدار عرقلة، يعني بحيث أنه لا يمكنني من خلال هذه الأقمار الاصطناعية المتواجدة هنا أن أستقبلها من خلال هذا المكان الذي يوجد فيه هذا الطبق، ولكن عندما سأبحث على سبيل المثال على قمر هيسباسات يعني 30 درجة فيمكنني أن أستقبل هذا القمر في هذه النقطة بالضبط، لأنه لو كان هيسباسات في هذه النقطة لما كنت سأستقبله، ولكن سأستقبله مباشرة في هذه النقطة، وهذا الشيء الذي يؤكد على أنه على مسافة 20 متر من هنا على هذا الجدار فبإمكاني أن أستقبل قمر الهيسباسات. لكن إذا قمت مباشرة بالتوجه إلى 10 أمتار أو 5 أمتار على سبيل المثال وأردت أن أستقبل قمر الهيسباسات فلاحظوا معي سأستقبله بصعوبة تامة وأنا في هذه المنطقة، خصوصا وأنه يوجد طبيعة الحال شيء صفيحي يعني في الأعلى، لا يعني هذا هو الأمر إخواني الكرام. فبنفس الشأن بالنسبة لأقمار أقصى الشرق بإمكاني طبيعة الحال أن أحدد القمر الأقصى الشرق على هذه الكيفية كما تلاحظون على أنه يمكنني أن أستقبل جميع الأقمار من هذه النقطة، وهذه هي التجربة التي أعمل بها دائما إخواني الكرام لأحدد ما إذا كانت إمكانية أن هذا الطبق يمكنه أن يستقبل لي قمر اصطناعي معين أم لا من خلال تطبيق ساتيليت فيندر 3D. وإلى هنا أحبتي في كل مكان تكون حلقتنا وحصتنا لهذا اليوم قد انتهت، إذا أعجبتك لا تنسى بتشريفي بالزر لايك وأيضا سبسكرايب للقناة إذا كانت هذه أول زيارة لك، وأيضا يمكنك مشاركة الحلقة مع أصدقائك ونلتقي إن شاء الله في باقي الحصص، إلى اللقاء.